يعني خلونا بقى ناخد قراءة تفصيلية للاقتصاد المصري والنمو اللي حققه من خلال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. نور على حضرتكم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. يعني دكتور، شايف ازاي اشادات المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات بالاقتصاد المصري اللي بتخرج يوم بعد التاني؟ طبعا إشادة دولية مهمة جدا، وبالأخص كمان في التوقيت الحرج اللي بيمر بيه العالم كله، وبالأخص الاقتصاد العالمي اللي احنا شايفين يمكن عديد من الصدمات على مستوى الاقتصاد العالمي. مش بنتكلم حتى على جائحة كورونا اللي ما زالت مستمرة، لكن أصبح كمان هناك تحديات كبيرة جدا صحيح. على مستوى الاقتصاد العالمي، زي التوتر السياسي اللي شايفينه والامني اللي موجود في منطقه اليورو، زي مشاكل او تجدد الصراع الصيني والولايات المتحده الامريكيه. دي كلها تحديات واحنا جزء من هذا العالم، فلما يبقى في اشاده بصلابه الاقتصاد المصري وقادر ان هو يستمر في تحسن مستويات النمو فيه وتحسن المؤشرات الاقتصاديه الكليه فيه في ظل التحديات العالمية دي كلها، نعم. أكيد ده أمر لابد إن احنا نفخر بيه، لأن احنا لو كنا فعلا في ظروف مستقرة على المستوى العالمي، لا كان هيبقى أداء الاقتصاد المصري كمان ومشروعاته بشكل أفضل كمان مما تحقق. لكن لما نيجي نشوف حجم الإنجازات والتحسن على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا هو يعني الحمد لله نتيجة إصلاحات اقتصادية قمنا بيها على مدار سنوات، وتنسيق واضح ما بين كافة المؤسسات والوزارات وبالأخص صحيح. طبعا المجموعة الاقتصادية، واللي كان ليها طبعا يعني رؤية مهمة جدا لا، إدانا بيها. وخاصة كمان يا دكتور إن الإشادات دي جاية من جهة محايدة كمان. بالظبط، لا احنا عندنا المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى طبعا، يعني بيجي دايما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبيليهم بعد كده وكالات، طبعا وكالات التصنيف الائتماني الائتماني، فيتش ومودلز، بالظبط فيتش موديلز ومودلز وغيره. ستاندرد اند نعم بوز، دول يعني لا يجاملوا احد. على فكره انا يمكن لو احنا افتكرنا بس مع بعض وكاله فيتش قبل كده لما كانت كتبت تقرير عنا في 2013 و2012 صحيح. كانت بتتحدث عن الاقتصاد المصري يمكن بحديث اغضب الكثيرين، بس احنا ساعتها يمكن كان نبضنا يعني جاي شويه من جانب العاطفه، لكن هو كان شايف ان الوضع صعب جدا. دلوقتي هي نفس الوكالات دلوقتي اللي بتشيد، فده اكبر صحيح. دليل ان هي ما بتجاملش الاقتصاد، ولكن كمان هو نتيجه تحسن ملحوظ، وبالاخص يمكن على الجزء المتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي اللي الحمد لله ابتدى يحصل فيها تحسن بشكل كبير جدا عن الاعوام الماضيه الخاصه بعوامل الجائحه. طيب دكتور علي، الحقيقه انه بالفعل الدولة المصرية اشتغلت على أكثر من محور عشان نقدر إن احنا نعدي في هذه المرحلة الصعبة، ويمكن كانت خلال خطة استباقية. لكن خليني أسأل حضرتك على نقطة أخرى، وهي حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة اللي يعني بيحسن حياة 60 مليون مصري. ده يا فندم برضو يعني بشكل أو بآخر خلينا نقول إنه حسن البنى التحتية، حسن من صورة مصر كمان أمام العالم كله، خاصة في وقت زي ما حضرتك بتقول دولة بتحاول أنها تتعامل مع جائحة كورونا وبتحاول أنها يعني تعيد ثقة المستثمرين مرة أخرى في مصر وبالفعل أدت. عايز أعرف من حضرتك يا فندم يعني سر الارتباط، أو لأي مدى مشروعات حياة كريمة قدرت أنها تنعكس كمان على ثقة المجتمعات الدولية في الاقتصاد المصري وفيما يحدث من مصر في القطاعات التنموية والتنمية المستدامة تحديدا. الفكرة كلها مرتبطة بأن الدولة مش بتتحرك بس خلال السنوات الماضية وحتى الآن على إصلاحات على الجانب الاقتصادي فقط، ولكن هو إصلاحات على الجانب الاقتصادي وأيضا على الجانب الاجتماعي اللي بيعتبروا الاثنين مرتبطين ببعض. يعني بمعنى أن إصلاحات اقتصادية دون النظر إلى الجانب الاجتماعي ما كانش هيبقى ليها العائد والمردود المهم على المواطن. ومن هنا الدولة ابتدت أن هي تتحرك على كمان
كتير من التحديات اللي كان بيواجهها المواطن على مدار عقود. يعني احنا لما بنتكلم على تطوير الريف المصري، بنتكلم على محاور التنميه واللي كلها بقت تحت مظله مبادره مهمه جدا ومشروع قومي وهو حياه كريمه، ده بالتالي قدر ان هو ياكد للعالم كله، ياكد للمواطن ازاي ان الدوله بتتحرك لتقديم ما هو افضل وما هو يستحقه المواطن المصري من حيث الخدمات. والخدمات دي مش مرتبطه بس بالبنيه التحتيه التقليديه اللي هو توفير الميه والكهرباء وصرف الصحي وخلافه من هذه الخدمات، ولكن ايضا على مستوى بناء الانسان المصري، تقديم صحيح. خدمات افضل على مستوى التعليم، بناء كوادر كمان مصريه، وايضا انشاء مجمعات صناعيه وتوسع عمراني. يمكن فعلا في اصعده كتير قوي اشتغلنا عليها، وده بالفعل رجع ثقة المستثمرين. وشفنا يمكن وقت جائحة كورونا يا فندم، شفنا أن الاستثمار المباشر في مصر كان من أعلى نسب الاستثمار في العالم خلال هذه الجائحة. احنا يمكن استقطبنا أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الأفريقية بحوالي 5.9 مليار دولار، وده يمكن كمان في ظل ظروف الجائحة وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بأكثر من حوالي 42% تقريبا. لكن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن ابتدى نسبيا يحصل فيه تحسن، وده اللي هيبقى بإذن الله ليه مردود ان هي تزيد حجم الاستثمارات الوافدة الى الدولة المصرية في ظل يعني يمكن التعافي التدريجي من عوامل الجائحة. لكن في نفس الوقت يمكن الوضع الخاص بالطاقة والصراعات الأمنية على مستوى العالم يمكن هي شوية اللي بتعمل حالة من حالات عدم اليقين لدى عديد من المستثمرين. لكن احنا كدولة قدرنا ان احنا نهيئ مناخ الاستثمار بالنسبة لنا. يعني احنا يعني هو فكرة كمان ان تحقيق يعني تهيئ مناخ الاستثمار ده يعني ما جاش من فراغ، لان الدوله ماشيه بخطوات ثابته. يمكن اول خطوه كانت الاصلاح الاقتصادي، يعني ومن ثم هيبقى في او حاليا شغالين على الاصلاح الاداري. وهنا فكره الاصلاح الاداري هي قائمه على تعظيم الاستفاده من عدد من القطاعات ذات المردود الاقتصادي الكبير اللي بطبيعه الحال هتشارك في رفع معدلات النمو. دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.